الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، يحسن بنا في هذه الليالي والأيام والأوقات المباركة أن نتحدث عن شمولية الأمانة. الأمانة بمفهومها الشامل كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين، وأوكدها حفظ الودائع، ومن ذلك كتم الأسرار. والحقيقة أن الأمانة شاملة لكل التكاليف الشرعية، لكل ما يؤتمن عليه الإنسان من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة. الأمانة أمرها وشأنها عظيم، ولهذا حذر الإسلام من ضدها، حذر من الخيانة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان، وهذا ما يسمى النفاق العملي. فوجب أن يتنبه المسلم أن لا يقع في هذه الأخلاقيات المذمومة. الأمانة أمرها عظيم، وهي دقيقة، دقيقة التعامل. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. ومعنى ذلك أن الكلام إذا كان سرا فلا يجوز أن ينشر، لا يجوز أن ينشر. أمانة التعامل في الأسرة، أمانة التعامل مع الزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا أمر في غاية الدقة وفي غاية الخطورة، إفشاء الأسرار بين الزوجين. وهذا الذي لا يستطيع أن يكتم سرا مع زوجته كيف سيحفظ أسرار المجتمعات؟